فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك الصلاة متهاونا ثم هداه الله، فهل يقضي الصلوات السابقة؟ وكذلك هل الحكم ينطبق في صيام رمضان إذا تركه؟ صيام رمضان إذا تركه فقط ترك الصيام يقضيه بلا شك، ما يسقط عنه. لكن الصلاة إن تركها متعمدا لتركها فهذا عند المحققين يكفر الكفر الأكبر، فيتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل لأنه دخل في الإسلام من جديد. أما عند الجمهور الذين يقولون إنه لا يكفر الكفر المخرج من الملة فهذا يقضي الصلاة عندهم، إذا تاب يقضي الصلاة التي تركها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.